اوكي الاي جي ام. الاي جي ام هو شنو؟ هو امينوغلوبين الام او اي جي ام از انتيجين ريسبتر وين؟ بالبي سيل. يعني هو مستقبل مستردات وين؟ بالبي سيل. وشنو يعتبر؟ يعتبر فيرست انتيبودي، انه هو اول انتيبودي او اول مضاد ريجوب ان اميوني ريسبون. زين، انه هو اول انتيبودي يعني تنتج من الاميون ريسبون. يعني صار عندنا فرق انه الاي جي جي، او نتذكر من ساعه شرحناها الاي جي جي انه شنو هي، انه هي قلنا اول اميون جلوبين اللي هو يعبر عن طريق عبر المشيمه مال الانسان. هذا لا، اللي ينتج اللي هو الاميون ريسبون. ودائما وعاده وين يكون وين؟ بالبي سي ال. يكون يعني موقع ما انت بسمو ذاك الموقع، المهم انه وين موجود؟ بالبي سي ال. وين؟ بالسوليبول موليكول اند بودي، يعني وين؟ بالجزيئات الذائبه بالدم، بعض الجزيئات اللي هي ذائبه تكون بالدم. زين، ويكون فاوند از اللي هو البنتاميريك وهيكساميريك. يعني دائما يكون على شكل خماسي وسداسي، بنتاميريك هيكساميريك. زين، وكل واحد مونومير، كل واحد مونومير حوالي شقد؟ 190 KDA. هذين لازم ندونهم، يعني كلش مهمات خاف تيجي بالام سي كيو. زين، مثلا تكتب لنا بالام سي كيو، مثلا تكتب فراغ امينوغلوبين يكون فاوند مثلا بنتاميريك هيكساميريك، تحط لنا اي جي ام، اي جي دي، اي جي اي، اي جي جي، لازم يكون احنا نعرفها. يعني هي بسيطات وكلش سهلات والله العظيم. زين، الموقع الرئيسي مالته وين يكون؟ اول واحد فاوند برايمري، بشكل اساسي يكون وين موجود؟ ان انترفاسكولار سبيس، وين؟ بالبلود ستريم، اند also اللي هو وين؟ باللمف فلويد. يعني وين موجود؟ بالانترفاسكولار سبيس والبلود ستريم واللمف فلويد. زين، هذا من هنا يعني ما شفت بيه فد شيء مهم، بس هو انه هو في الشيء المهم بيه انه هو يقدر يحايد لي نيوتراليز. شنو هو؟ شي حايد لي، يحيد لي، العفو، شنو يحيد لي؟ يحيد لي التوكسين اللي هنا السموم والفيروس والبكتيريا. ودورة حياته شقد؟ من 4 إلى 5 الـ IGM.